السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الأخ عزيز البكيري. كما كتشوفوا الإخوان، اللي عجبني في عزيز هو أنه دائما أنيق. كما كتشوفوا، تفضل تفضل سي عزيز، تفضل تفضل تفضل. شوفوا الأناقة والبارفان وداك الشيء. الأخ عزيز أوقات ديال الفراغ ديالو اللي كيسالي العمل كيكون في واحد الأناقة وارتياح نفسي. عنده مشوار مهني ديال 5 سنين. 5 سنين اشنو كيشتغل؟ تفضل قول لنا السي عز. ولا عرف اش كنشتغل انا، مي باش شي واحد في هاد اللبسه هذا ما يقولوش عامل نظافه. هاد الاخ عزيز عامل نظافه في شركه اوزون، شركه مواطنه، شركه اوزون بالتدبير مفوض بمدينه عينتيك، بجامعه عينتيك، تابع لعمليه تسخير التمره، واللي مكلفه بالتفويض بالتدبير المفوض على مستوى جماعه مرسل الخير وتمسنا. عزيز كيشتغل مده 5 سنين هو كيسوق البلايوز. بلايوز والكاميو. بلايوز والكاميو. راه شي بار. والاناقه الاناقه الاناقه ديالو ما كتخفاش على وليدات ديال عيناتي. خويا عزيز، انت سعيد بالعمل ديالك؟ شي كلمه للسي بدراوي المدير العام اللي فاز. الله يطول لينا في عمره والله يخلي لنا ديما الفوق الفوق. كي داير التعامل ديالك السي؟ ما كاينش بحال التعامل ديالو. شنقول لك زعما ما الله يفينا بزاف. ولينا الهاتف ديالك الله يحفظك السي. ها هو هادشي. برافو عليك. تحيه للناس ديال اوزون، تحيه للناس ديال جامعه عين عتيق. والسي عزيز راه متزوج وابلي. باقي انا باقي في الطريق يجيب الله ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله ان الشركه ديال اوزون تزيد تحفزك ان شاء الله، وتطلع مراقب ولا تطلع ان شاء الله ياك. ان شاء الله ان شاء الله وترسم. والحمد لله انت كما فرحان بالشركه ديالك، حتى حنا ولاد المنطقه فرحانين بانه كاينين شباب اللي كيبدعوا في الميدان بحال الشكل ديال السي عزيز البكيري. تحياتي، شكرا جزيلا. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.